اهلا وسهلا بكم مشاهدينا بقناتكم توب فاكتس 777. اليوم راح نحكي مشاهدينا عن فيسبوك. طبعا كنا نستخدم فيسبوك وعندنا حساب عليه، بس ممكن في ميزات او خفايا فيه مو الكل بيعرفها. وخلينا نبلش بالمركز الخامس. المركز الخامس حنحكي عن صندوق وارد يمكن ما حدا بيعرف بوجوده. طبعا اذا مثل ما نعرف شو بالصور، اذا تروحوا من الرسائل بعدين بتروحوا في عنا مكتوب فوق البريد الوارد ومكتوب غير ذلك. اذا تفقسوا على غير ذلك بيطلع لنا كل شيء، في مسجات حدا بعتنا اياهم وما له معنا فريند على الفيسبوك، ما له صديقنا على الفيسبوك، بعتنا المسجات او برامج او تطبيقات عم تبعتنا مسجات كلهم بيروحوا على هذا الصندوق الوارد. اذا بس تروح على المسجات بعدين في عنا من فوق على اليسار مكتوب غير ذلك، هو في كل المسجات اللي انبعتت لنا نحن ما شفناها وهي مو من رفقاتنا على الفيسبوك. بالمركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا اذا كنتوا شاكين انه حدا عم يفوت حسابكم على الفيسبوك وعم يستخدمه، فيكم كل بساطة تكتشفوا هالشيء. طبعا بتروحوا اول شيء من الصفحة الرئيسية بتروحوا على اعدادات، فوق في عنا سهم صغير على عيننا اليسار من فوق، بتروحوا على اعدادات، بعدين فوق على اليمين في عنا عام والامان. طبعا بنروح على الامان، في تحت مكتوب المكان اللي سجلت دخولك فيه. طبعا اذا فزتوا فيه فزتوا عليه اللي ببين معكم من وين انتوا عم تفوتوا على الفيسبوك مسجل عليه. اخر مرات فتوا عليه الفيسبوك من وين اي موقع ومكتوب اي نوع الجهاز ونوع البرنامج مفتوح فيه. طبعا مثلا اذا ايفون او اندرويد مكتوب راح ينكتب عليه، او اذا من لابتوب او شو اسم المستعرض حتى راح يكتب عليه، اذا كروم فايرفوكس او اي واحد. اذا هي الميزة الرابعة كثير مهمة، اذا كنتوا شاكين انه حدا عم يفوت على حسابكم فيكم تعرف اي ساعة والمكان الموقع واي دولة، وطبعا فيكم تعرفوا اي جهاز تخدم لحتى يفوتوا على حسابكم. بالمركز الثالث، المركز الثالث معنا هي مو ميزة، هي شيء ممكن تتسلوا فيه شوي على فيسبوك. اذا بتروحوا من اعدادات بعدين بتروحوا عام بعدين على اللغة. لغة اذا تفقسوا على العربي بتغيروها لانجلش ابسايد داون. طبعا اذا تفقسوا على انجلش ابسايد داون بعدين تعملوا حفظ راح يقلب كل شيء على الفيسبوك، راح يصير بالقلب مثل الصورة قدامكم، راح يصير كل الكتابات بالقلب. او فيكم تتسلوا مع رفقاتكم تشوفون انه الفيسبوك كله قلب او في شيء مشكلة بالكمبيوتر، طبعا بترجعوا بترجعوا على نفس الشيء عن اعدادات من فوق بعدين على اللغة. في طبعا مقلوبة هون تفقسوا على انجلش ابسايد داون برجع على العربي. بالمركز الثاني، بالمركز الثاني مشاهدينا فيكم ميزة فيسبوك تنزلوا كل شيء عملتوه على الفيسبوك من اول ما عملتوا الحساب لهلا، كل شيء نزلتوه من صور، كل شيء حدثتوه على الشات، كل شيء اي نشاط عملتوه على الفيسبوك ممكن تنزلوه. طبعا لتعملوا هالشيء بتروحوا من اعدادات طبعا عام، في عنا تحت اخر شيء مكتوب تنزيل نسخة من بياناتك في الفيسبوك. طبعا بتكتب في عنا احصاء نسخة من كل ما قمت مشاركتي على الفيسبوك. طبعا بس تفسوا البدء بارشيفي راح ينزلكم كل شيء عملتوه على الفيسبوك. طبعا بس للاسف ما فيك تنقي مثلا تنزل بس صور او بس شو حكيته مسجات او شو تنقوا وحدة منهم، راح ينزل كل شيء مع بعضه. طبعا راح ياخد وقت كتير اذا كان انكم عاملين فيسبوك اربع خمس سنين او اكثر ممكن ياخد وقت كتير. وبالمركز الاول اهم ميزة برايي انا ممكن واحد يستخدمها على الفيسبوك هو يتخلص من التنبيهات المزعجة اللي بتجينا من الالعاب او من الجروبات او ما بعرف شو اللي عطول بتجينا، مثل رفقاتنا اللي بيلعبوا على طول كاندي كراش او بايرت كينجز او ما بعرف شو، لا كل يوم كل دقيقة بتطلع لنا تنبيه جديد. طبعا لتخلصوا من هالشيء كثير سهلة، بس بتروح على من التنبيهات بعدين اذا تحطوا الفارة طبعا من اللابتوب عم نحكي، اذا تحطوا الفارة فوق التنبيه مثل هون عيد ميلاد كمثال بيطلع لنا في عنا اكس من تحت، بس تفقسوا بيطلع لنا ايقاف التشغيل تفوسوا عليه وايقاف التشغيل. طبعا هالشيء بينطبق على الالعاب او التطبيقات كله نفس المبدا، بس بتحطوا الفار عليه بعدين اكس وايقاف التنبيهات او ايقاف التشغيل
وهيك بتخلصوا من التنبيهات من الالعاب اللي كتير على الفيسبوك. وهيك مشاهدينا كل شيء شايف الفيديو نال اعجاب، وبتمنى منكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي بتلاقوه تحت، بالاضافه فيكم تشتركوا بقناتي اللي هي توب فاكت 777، وفيكم طبعا تشاركوا الفيديو على الفيسبوك عشان يوصل لاكثر عدد من العالم يستفادوا منه. وبنشوفكم بالفيديو القادم. باي باي.